هنروح بقى كمان دلوقتي بعد ما قلنا الاخبار السريعه، عايز كمان اقول لحضراتكم الصحف العالميه قالت ايه في المحترف. يلا نبدا حلقتنا مع الكره العالميه والاخبار العالميه في المواقع الرياضيه العالميه ونشوف قالت ايه في المحترف. هنبدا بجولتنا النهارده في ماركا الاسبانيه. الحقيقه ماركا الاسبانيه ركزت على تتويج ريال مدريد بمونديال الانديه، وكتبت ريال مدريد يفوز ب 14 من اصل 15 نهائي منذ عام 2014، وكمان اهتمت الصحيفه بفوز برشلونه على فياريال 1-0 وتعزيز صدارته للدوري الاسباني، وكتبت بدري يرفع فارق نقاط برشلونه الى 11 نقطه. كمان اهتمت بفوز اتلتيكو مدريد على سيلتا فيجو 1-0، وكتبت ممفيس ديباي ينهي بشكل جيد العرض الرائع. في نفس اسبانيا وصحيفه سبورت الاسبانيه اللي ركزت على فوز برشلونه على فياريال، وكمان اهتمت بفوز مان سيتي على استون فيلا 3-1 وتقليص الفارق مع ارسنال، وكتبت السيتي يفوز ويقترب من المتصدر. كمان الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيجو 1-0 وكتبت ممفيس ديباي يمنح الفوز لأتلتيكو مدريد. كان من اهتمامات الصحيفة أيضا الأزمة اللي بيمر بيها باريس سان جيرمان، وكتبت أزمة شاملة في غرفة ملابس باريس سان جيرمان. بعد التقارير حضراتكم عارفين كانت تحدثت عن اشتباك لفظي ما بين نيمار ولويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان. أما صحيفة موندو دوبرتيفو الأسبانية اهتمت بفوز مان يونايتد على ليدز بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي، وكتبت راشفورد حاسم مرة أخرى ويوجه إنذار لبرشلونة. نسيب أسبانيا ونطلع سريعا لإنجلترا، نروح لجريدة ذا سان الإنجليزية. الحقيقة ركزت على فوز السيتي على أستون فيلا 3-1 وتقليص الفارق مع الأرسنال قبل المواجهة المرتقبة يوم الأربعاء المقبل، وكتبت الصحيفة سباق لقب الدوري الإنجليزي مفتوح على مصراعيه. كمان الصحيفة اهتمت بتصريح بيب جارديولا المدير الفني للسيتي اللي أشاد فيها بلاعبي ومشجعي النادي الإنجليزي اللي قدمه الحقيقة ردة فعل قوية على لائحة الاتهامات الموجهة للسيتي من الدوري الإنجليزي. طبعا حضراتكم عارفين السيتي يمكن مؤخرا اتهم بانتهاك القواعد المالية أكتر من 100 مرة، يعني من عام 2009 حتى 2018، واتهامه بتضخيم إيرادات النادي وتقليل التكاليف الحقيقية لإدارة النادي اللي يمر بأزمة على هذا المستوى. طيب نروح سريعا من انجلترا نطلع على فرنسا وصحيفة ليكيب الفرنسية. الصحيفة ركزت على فوز ليون على لانس 2-1 وعودة امبابي للتدريبات قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال. دي كانت أخبار الصحف العالمية والأخبار العالمية. هنطلع لفاصل سريع، بعد الفاصل بإذن الله زي ما قلت حضراتكم عندنا أخبار كثيرة جدا، هنتكلم على تشامبيونز ليج، هنتكلم على الدوري الإنجليزي، هيكون في ضيفتنا النهارده سعيد علي الناقد الرياضي ومحلل الكرة العالمية معانا هنا في المحترف بعد الفاصل.